بداية الفكرة كانت إنه إحنا مجموعة أصدقاء يعني ثقات بيناتنا نحل يعني قضايا المقربين من عندنا الأصدقاء اللي يتعرضون للابتزاز الإلكتروني. بعدين قاموا يجيبون لنا أصدقائهم ومعارفهم باللحظة اللي يتعرضون بها للابتزاز الإلكتروني. كبرت الدائرة. كبرت الدائرة، ففكرنا إنه ليش ما نجي نسوي مشروع لمحاربة الابتزاز الإلكتروني. هذا المشروع حتى نتواصل به ويا الناس سوينا بيج بالفيسبوك اسمه بيج محاربو الابتزاز الالكتروني، اللي دفعنا انه نتحرك لانشاء مشروع ونكون فريق لمحاربه الابتزاز الالكتروني هو ضعف الجانب الحكومي في معالجه قضايا الابتزاز. يعني ما عندنا شعبه فعاله بالواقع مثل ما موجود بالسعودية أو مصر أو الإمارات أو الأردن، عندهم شعب يعني مختصة بمعالجة قضايا الابتزاز الإلكتروني اللي يتعرض لها الولد أو البنت حتى بدون أن يعرفون الأهل. يعني أحسن اليوم يمكن الأعداد تتزايد ونسمع عن جريمة الابتزاز الإلكتروني بكثرة، نريد نعرف شنو هي هذه الطرق الابتزاز اللي يتعرض لها الفتيات وحتى الشباب اليوم. تمام، على ذكر الأعداد المتزايدة، احنا بالبداية يعني من سوينا البيج توقعنا انه راح تجينا حالتين ثلاثة باليوم، 10 حالات على الاكثر، لكن تفاجأنا باسبوع واحد جتنا 1004 حالات ابتزاز. 1004 حالات ابتزاز عن طريق المواقع الالكترونية، عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي يعني فيسبوك يعني تليجرام اكثر خلال شيء. خلال اسبوع واحد. والان مو كل الناس واصلين لصفحتكم، يعني صفحتكم اليوم بها أكيد تقريبا اكثر من 50,000 متابع. طبعا. يعني من 50,000 متابع 1,000 واحد انه دز لكم رساله. تمام. في حين لو كانت اكثر ممكن انه توصلكم اعداد اكثر. طبعا اللي يعرفونا اساسا هم مو كل المبتزين، يعني مو كل الضحايا، فبلا شك انه اللي وصلنا عدد جدا قليل من الضحايا اللي جاي يصير بالعراق. احنا ما كنا نتوقع انه اكو هيك اعداد، يعني قلت لك كنا نتوقع انه 10 حالات باليوم مثلا اوكي، لكن لقينا اكثر من 1,000 حالة باسبوع واحد. طيب شلون تعاملتوا وياها؟ يعني من صار علينا ضغط انه اكثر من 1,000 حالة ابتزاز ما راح نقدر نلحق انه نشتغل كلهن واحنا فريق تطوعي وشباب معدودين، صنفنا الحالات يعني قدر المستطاع وبدينا نشتغل على الاهم ثم المهم. يعني هناك حالات ممكن ما وصلتنا، واكيد اكو حالات ما وصلتنا وتعرضوا الضحايا بالنسبه للبنات الى فصل من عفوا يعني اهلهم بطلوهن من الكليه، اكو بنات طلقن، اكو خطوبات انفسخت، اكو وصلتنا اخبار. شنو اللي تعرضوا له؟ تمام، اللي تعرضوا له يعني خلي اوضح شنو اسباب الابتزاز. أسباب الابتزاز أول سبب هو الجهل بتكنولوجيا المعلومات أو بمواقع التواصل الاجتماعي، هذا أول سبب وأهم سبب. أكو ناس ما جاي تعرف تستخدم تطبيقات المحادثة أو تطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل صحيح. قبل فترة صارت قضية يعني أثرنا ضجة إحنا بالفيسبوك وأيضا تناقلتها وسائل إعلام عراقية حول التليجرام. التليجرام كانت قضيته مو اختراق وإنما سرقة احتيال، يعني كان المبتز يجي يحتال على الضحية، يعني مثلا يقول له ينتحل صفحة الشركة شركة التليجرام ويدز له رسالة احنا جاي نحقق حسابك وإلى آخره، فراح يجيك كود بحاجة إلى أن ترسل لنا هذا الكود حتى يتم تأكيد حسابك وإلا انحذف. وهنا المستخدم لجهله طبعا بتطبيق المحادثة هذا وشون يشتغل وشون تتعامل الشركات ويجي حالات، رأسا راح يبعث الكود إلى المبتز. نعم. راح يفتح حسابه ياخذ صورة، وطبعا إذا فتح حساب بنية واحدة معناها صار عنده الاستعداد أنه يبتز 20 بنية، لأنه من صفحتها راح يفتح محادثات صديقاتها فيسحب صورها ويسحب صور صديقاتها ويتنقل من واحدة إلى أخرى. وبهذا زادت أعداد بالضبط، قام تزيد حالات الابتزاز بالضبط. هذا أول سبب الجهل. السبب الثاني أنه الأهل عادة ما جاي يوقفون ويا أولادهم من يتعرضون للابتزاز.
وخاصة البنات. مرت علينا حالة، هذا طبعا يخلي المبتز يستغل هاي طبعا المبتز. طبعا هو المبتز شلون قاعد ننتجي يعني ويسولف براحته، نعم، لأنه يدري أكو قدامه طرف ضعيف ما حد راح يساعده. بعض الجرائم تبدو من داخل بيئة الضحية نفسها، حتى وإن كانت لم ترتكب خطيئة أو تؤسس لها أصلا. بعضهن تعرضن للابتزاز لأنها جالست زميلا لها في موقع العمل أو الدراسة. وصلتنا حالة من الحالات يعني جدا غريبة عجيبة. هاي الحالة كانت إنه بنية زميلها بالكلية ماخذ لها صور ويا صديقها بالنادي مال الكلية. قدر من خلال هاي الصور إنه يراسلها، يدزلها هاي الصور، يقولها راح أدزل لأهلك. قدر يسحب صور يعني مال بيت من عندها. شلون؟ إما تزيل صور مال بيت أنت وبالبيت بدون حجاب وكذا، وإما أنا أنشر هاي الصور اللي عندي وأوصلها لأهلك. هي صور عادية بالنتيجة، بس هي خاصة مجرد قاعد يمها ولد بالنادي، يعني المبتز يلعب على الوتيرة النفسية. بالضبط بالضبط، هو هذا راح نسولف عليه بعدين بطريقة تعاملنا ويا الحالات. سنتين هي تخضع لمطالب المبتز بناء على صور. سنتين عدل تدز الصور؟ نعم، بس على مدمية ومو بالصور، يعني تطورت الحالة وياها إلى أن يعني أخذ منها غير شغلات. معقولة؟ تمام، بناء على صور بالجامعة. هنا لو الأهل عندهم احتواء لهذه البنية، لو الأب أو الأم صادقين بتهم، وحتى من تتعرض لهيك حالة سخيفة هي تروح لها تقول لها بابا أو ماما يعني أنا قضيتي هيك صارت، يعني مجرد قاعدة ويا ولد بالنادي، هسه هو زميل أو صديق، حتى لو فرضنا صديق، يعني أنا أخطأت تمام، ولكن أنا قدام خطأ أكبر، يعني إذا مش ساعدوني راح أسوي الأكبر منها، تعالوا فهمونا. هذا اللي صار ويا هذه الضحية، وهذا اللي صار الخطأ شو إيه، وكان الحل جدا بسيط، كان ممكن إنه مجرد أنه إحنا وجهناها يا بنت الناس بس شوفي لك واحد، حتى لو ابن عمش، حتى لو ابن خالش، أي إنسان تثقين به خلي خابر المبتز ويقول له إحنا قرينا محادثاتك وإحنا راح نسوي عليك دعوة بمحكمة النشر وشوف النتائج. وبالفعل بمكالمة واحدة اللي هي أقل من دقيقة كل شيء انتهى وقطع علاقته بها.